بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة لحضراتكم جميعا، أهلا بكم. هنتكلم تحت عنوان ماذا فعل صدام حسين في كوريا عسكريا، وأين كانت كوريا قبل أن يكون صدام حسين موجود في كوريا، ونتائج حتى الآن مفاوضات صدام حسين بالرئيس ترامب، أو وفد فريق ترامب مع وفد صدام. عاوز الأول أقول لكم يعني الرئيس صدام حسين سعى ورفع بلاده عسكريا إلى أنها تبقى القوة رقم 4 عسكريا في العالم. التقرير قال كده. في حاجة اسمها يعني متخصصة في الأرمي اللي هي اسمها جلوبال فاير باور، المسؤولة عن ده، أهم موقع عسكري في العالم، مسؤول عن تحديد ومعلومات والكتابة عن القوى العسكرية في العالم كله، جلوبال باور. بيقول إن جلوبال فاير باور بيقول إن العراق كانت قوة رقم 4 عسكريا قبل كده في عصر صدام حسين. طيب النهاردة كوريا الشمالية القوة رقم 4 عسكريا من حيث القوة العسكرية وتعداد جيشها. تقرير سنة 2017 اللي صادر من 20 يوم بيقول ايه؟ بيقول ان اقوى جيش في العالم ككم الصين، 2 الولايات المتحدة الامريكية، 3 روسيا، 4 كوريا الشمالية. ده قدام منظومة غريبة. يعني مين كوريا الشمالية دي قبل 10-12 سنة؟ لا قوة عسكرية ولا حاجة. ما الراجل ما كان موجود أبو الدكتاتور الحالي، الدكتاتور السابق، وما فيش مشكلة يعني. لكن إيه اللي حصل ده؟ إذا في بصمة غريبة حصلت. ويعني صدام حسين اللي صنع بلاه صدام حسين. القوة الرابعة في العراق صنعت، وفجأة دلوقتي تتحول كوريا الشمالية للقوة الرابعة عسكريا في العالم. طيب في بقى حاجة تانية اسمها القوة النووية. القوة النووية الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بمصادر عسكرية رفيعة المستوى، وشافت التجارب انطلاق الصواريخ العابرة للقارات الغير عادية اللي عملها كوريا الشمالية من أسبوعين، وقبل كده من 3-4 شهور، وقبل كده من سنة. في حاجة غير عادية بتحصل وبتحدث في كوريا الشمالية. أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت على اليابان في هيروشيما وناجازاكي سنة 45 قنبلتين نوويتين. أحدثت عاهات وبلاوي سودة لغاية دلوقتي. الانشطار النووي، مش عايز أدخل معاكم في المسألة العلمية عشان كبير قوي ونزعجكم. الانشطار النووي عبارة عن جزيئات كبيرة بتصغر، تعمل انفجار كبير وبعدين تصغر في الحجم، وتعتمد على قوة الانفجار الهائلة. طيب ايه اللي اخطر منه؟ القنبلة الهيدروجينية. القنبلة الهيدروجينية قايمة على نظرية عكسية تماما للنظرية بتاعت النظرية النووية. النظرية الهيدروجينية بتعتمد على ان بتنطلق القنبلة الهيدروجينية صغيرة في الحجم، مش مهم الحجم بتاعها، لكن المهم قوة الانفجار، والمهم التمدد،
وبتتمدد بالايه؟ بانطلاقها للتتبع الحراري. مسألة فيزيائية ومسألة غريبة ومسألة علمية معقدة. فبيسموها الايه؟ القوتين، التعامل مع قوتين مختلفتين في الانفجار المزدوج. العالم كله تكفيه من 3 إلى 4 قنابل هيدروجينية هيتحطم وتقوم القيامة. مرة تانية. العلماء قالوا كده. مش أنا ما أعرفش حاجة في العلم ده خالص، أنا ببصم ورا العلماء ما أعرفش. أنا بتاع سياسة وأدب بس وفكر. صحافة. ده شغلي. العلماء بقى اللي هم نحن عيال عليهم في علم الذرة وفي علم العلوم الفيزيائية دي قالوا بأن العالم كله القارات كلها تكفيها 4 أو 3 قنابل هيدروجينية عشان يتدمر تدميرا مطلقا. كوريا الشمالية بتمتلك 835 قنبلة هيدروجينية. تاني كوريا الشمالية بتمتلك 835 قنبلة هيدروجينية. فضلا بقى عن القنابل الثانية بقى اللي هي ايه اللي أمريكا فرحانة بيها قوي دي. اللي هي القنابل الذرية النووية، لا الهيدروجينية دي منطقة أخرى. فلذلك الشاب أبو 32 سنة ده لما بيقعد يحط رجل على رجل كده بيرعب البيت الأبيض. هو في واحد عنده 32 سنة هيعمل قنبلة نووية هيدروجينية امتى؟ طب والده ما عملهاش ليه قبل كده يعني؟ ما كانت كوريا الجنوبية كل يوم بتصبحهم بعلقة وتمسيهم بعلقة. يعني زي الدواء قبل الأكل وبعد. النهاردة بقوا بيقول لك أمريكا أنت جاهزة؟ أنا أهدك بكرة ولا بعد بكرة؟ تقدر ترفعي صوتك؟ ترامب يقول أنا ما سمعتش حاجة، والساي تقول ربنا هيعذبه ويروح النار، واللي بيجي على الولايه ما بيكسبش ابدا. فالولايات المتحده الامريكيه بحدها وحددها بقت بتقول ولايه قدام كوريا الشماليه. عارفين ده ليه؟ لان صدام حسين اللي كان بيحلم انه يعمل كل ده في العراق خرج من العراق وراح كوريا الشماليه. فاثر لان صدام اصله قائد اممي. بغض النظر انا على فكره انا عاوز العالم يتجاوز صدام حسين. يعني انا عاوزكم، عاوز الناس في العراق وفي الامه العربيه يتجاوزوا مساله صدام حسين. يعني صدام حسين في سنه راجل دلوقتي راجل خبير. يعني راجل على فكره صدام حسين لما هيجي يحكم هو مش فنيا ان احنا نحكم العراق. مش فنيا ان احنا نحكم قطر عربي. فنيا ان نعدل المنظومه كلها في الامه العربيه وتبقى الحلم اللي انا جبت لكم خطابه. ما خلي بالكم احنا مش بنجيب اي حاجه. انا جبت لكم الخطاب بتاع صدام حسين سنه 1990 91 في الاردن على اساس ان هو بيقول لازم عندنا قوه عربيه بديلا عن امريكا وروسيا في المنطقه، لازم نوحد الدنيا. وبيقول الكلام ده لعلي عبد الله صالح وحسني مبارك والملك حسين. والخطاب موجود عندنا. فمن فضلكم انتوا احيانا تيجوا تقولوا ايه؟ هو الدكتور انيس بيعيد الكلام بتاعه ليه؟ او راجع يجيب تاني؟ لا ده انا بقول لك شور عشان تستوعب، بشور لك. يعني باجي اقول لك دي الخطه السياسيه اللي احنا عملناها عشان نخليه يوصل لكذا، ودي الخطه الاعلاميه اللي احنا عملناها، كنا بنقول هنا كذا، نقصد كذا. انا اسف بغششك في الامتحان عشان تعرف كنا بنقول ايه وبنفكر ازاي. عايز انقلك من قله، عاوزك تفكر وترتقي وتبقى رقم. فصدام حسين مش جاي يحكم العراق ولا يحكم الاردن ولا يحكم اليمن. صدام حسين حاله، زعيم حاله. وخلي بالك بن قصين فشل في تحقيق حلمه في العراق. انا اجمل تعليق جاني وبقوله مره ثانيه واعيده مره ثالثه، اجمل تعليق جاني من حضراتكم انا ما اعرفش باسم مين، بس حد بيقول، حد عقلاني قوي عجبني جدا جدا لما ورهولي، بيقول يعني ماذا سيفعل صدام لو رجع؟ أنا معاك إن صدام موجود. لكن ماذا سيفعل؟ صدام حكم فترة طويلة جدا من الحكم من سنة 79 ل 2003، يعني تقريبا حوالي 25 سنة 24 سنة وشوية. ما عملش حاجة نهضوية عظمى
في العراق انها بقت امريكا او بقت فرنسا او بقت بريطانيا او بقت حاجه يعني. فهيجي يعمل ده دلوقتي بعد ما كبر قوي؟ الحقيقه هو كلام مهم انا بحترمه جدا، ولذلك من هنا باخد الخطوه اقول لكم صدام مش جاي يحكم بنفسه، مش معناها ان هو مش هيجي ومش هيحكم، لا، لكن صدام هيبقى فيه حد، هيبقى فيه زعيم شاب، هيبقى فيه قائد شاب، هيبقى فيه متكلم قوي، هيبقى فيه كاريزما بتقول، هيبقى فيه حد وطني غير تقليدي في حضن الزعيم. والزعيم رمز، صدام بقى أكبر من إنه يبقى رئيس دولة، عاوزكم تفهموا كده أنا آسف. صدام أكبر من إنه هو يحكم العراق. صدام حسين باللي عمله في أمريكا وفي العالم وفي الدنيا دي كلها دلوقتي، لما يكون الكلام اللي إحنا بنقوله ده صح، أو اللي إحنا بنفترضه ده إنه صح، لما يكون وصدام حسين يظهر، تبقى كارثه على سطح الكره الارضيه والدنيا كلها، تبقى حاجه مش عاديه. لان معناها ان صدام، اولا جورج بوش يروح فين؟ اللي قال انا مسكت صدام صحيح على راي صدام لما قال لي انه سايب خط راجع اللي هو جورج بوش، لما قال لك ان الدي ان ايه كان 99%، لا مفيش حاجه اسمها الدي ان ايه 99%، الدي ان ايه 100% يا بلاش، مفيش حاجة اسمها شبهه قوي، لا في الدي ان ايه مفيش، يا ابنك يا ابن حرام كده يعني. فالمسألة هنا عند صدام حسين، لما يرجع المخابرات الأمريكية هتقول إيه؟ وهي نفسها دلوقتي بتتفاوض يعني قدام العالم، لكن أنا آسف بين قوسين ده في السياسة عشان ما نقولش كلام يعني كده شيء بيخارج، في السياسة كل شيء مباح، كل شيء متاح، ضرب في الحزام وتحت الحزام وفوق الحزام وفي كل حتة، كل شيء متاح ومباح في السياسه. عادي جدا يقول لك انا كنت اعرف منين ما عنده اشباه سعادتك. المهم فانت قدام منظومه غريبه جدا. ف صدام حسين هل عمل نقله كبيره جدا في كوريا؟ اه عمل نقله، طب النقله دي حصلت ازاي؟ فانا مع الناس ان المرحله القادمه مرحله هتكون غير تقليديه، لكن صدام حسين احدث نقله تكنولوجيه كبيره. يعني على اساس ان هو هيستخدمها ويستفيد منها في تحقيق وضعه. جينا بقى للسؤال الاخطر اللي انتم منتظرينه. ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل بين صدام حسين وترامب او الوفدين اللي بيتفاوض؟ حتى هذه اللحظه المساله مش صادمه، مساله مبهمه. انا اصدقكم القول كما عهدتكم. القضية مبهمة وخطيرة وشائكة وغريبة ومش مفهومة حتى ليا. السؤال، انتوا فاكرين لما امريكا قبضت على اللي بتقول عليه صدام حسين، فاكرين اول عبارة اتقالت ايه؟ انا عاوزكم ترجعوا للتاريخ. فكر وما تاخدش كل حاجة كده، لا اقف وفكر واربط الاحداث. قال لك انا صدام حسين اريد التفاوض، فاكرين رفع ايده كده وقال لهم انا صدام حسين اريد التفاوض. شوف امريكا بتلعب على لعبه التفاوض من امتى. طيب اذا هو صدام حسين الحقيقي يبقى هو تفاوض. اكلمك بقى انا كده كلام رسمي. اذا كان اللي هو ده كان صدام واللي بيتحكم يبقى تفاوض، ويبقى ما تعدمش ويبقى في امريكا كده، فبيقول لك كل الكلام متعري تمام، ويبقى بيلف وبيزور وبيقول وبيعمل كل يعني عادي وفي غطاء عن ذكر. ها طيب النقطه الاخرى، اذا كان صدام حسين مش هو يبقى فيلم امريكي بالشبيه زي ما انا بقول ومقتنع، ده قناعاتي بقى، لكن الافتراضات وارده. انا اقفل باب الافتراضات والاجتهادات ليه؟ طالما افتراضة ومسألة افتراضية موجودة نطرحها. هو أنا جايب الحقيقة لوحدي؟ أنا لا أمتلك نصية حقيقة بالمرة، عشان التاريخ لما يكتب اللي أنا بقوله ده، لا أنا ولا أنتوا ولا أي مخلوق من أول ما ربنا قال القلم اكتب لغاية ما هيقول لي من الملك اليوم، لا أحد فينا يمتلك قرني الحقيقة أو نصية الحقيقة كاملة. أنت شايف من عين واحدة، من زاوية واحدة، بعينين، مش انا هنا دلوقتي شايف خلف الكاميرا دي، لا انا شايف زاويه واحده،
ما وراءها لا اعلم. ربنا خلقنا كلنا محدود الرؤيه، متفاوتين الذكاء، في ملكات فرديه، في فروق فرديه، في ملكات، في مواهب، لكن في حدود، ما تقدرش تشوف كل حاجه. طيب لكنك في افتراضات بقى، بتفترض اشياء للركن اللي انت مش شايفه. طيب اذا لو ما صدام حسين اياه بتاعهم ده او الحقيقي ده يطلع يقول انا صدام حسين ورضا التفاوض، امريكا اللي قالت كده مش انا، والعالم كله عارف كده وقال كده، يبقى في تفاوض. النقطه الثانيه، هل هو صدام ولا لا؟ ده افتراضيه ثانيه. طيب النهارده في تفاوض، الله، يبقى المتفاوضين باختصار عشان ما انتهش، اي جهتين بيتفاوضوا بيقعدوا على مائده التفاوض، فيهم قائد منتصر زي الحلفاء في الحرب العالميه الاولى بتاع الثانيه، وزي الناس التانيين بتوع زي بتوع الحلف الناتو دول، والناس التانية بتوع هتلر وموسوليني والمجموعه الخسرانه. المجموعه الرابحه اللي كسبت المعركه امريكا وروسيا وبريطانيا، دول جالسين بيتفاوضوا، هاري ترومان، وينستون تشرشل، و الراجل بتاع روسيا جوزيف ستالين، بيتفاوضوا بقى مع الناس البسطاء المهزومين المنكسرين اللي عاملين كده. يبقى دايما في اي تفاوض في منتصر بيملي شروطه، وفي مهزوم بيتفاوض عشان يطلب شويه فتات كده ويطلع باقل خسائر. السؤال، ركزوا معايا، السؤال، لما صدام حسين دلوقتي لو صح ذلك، ما ممكن الاقي، انا ما اعرفش، انا ما شفتش، لو صح ذلك صدام حسين بقى اللي بيتفاوض مع دونالد ترامب، او وفده بيتفاوض مع دونالد ترامب، ده يبقى تفاوض راسين قد بعض ولا تفاوض منتصر ومهزوم؟ السؤال الاخطر، مين فيهم اللي منتصر ومين اللي مهزوم؟ طبعا ما تقدرش تقول ان دونالد ترامب وامريكا والسعي خسرانين، لا، ده دول اللي مرمطونا كلنا في الارض. طب هل هو صدام حسين المنتصر؟ لا، ده صدام شارد، هارب، مختفي، ضعيف، جهه ماهرة الجناح. طب السؤال، يبقى التفاوض ده هل هو تفاوض الاعلى للادنى؟ يفترض ان امريكا الاعلى وصدام هو الادنى، لكن الحقيقه اللي بتتقال دلوقتي ان صدام هو الجهه اللي مش ادنى، على الاقل بيتكلم بالتساوي مع امريكا، بيفرض شروط. عارف ان في الناس هتقول الله اكبر، اللهم صل على رسول الله، ما دي خيبه سودا برضه، ما بنفكرش، بنأيد او نختلف بدون تفكير. اذا اختلفنا نختلف بسوء ادب، واذا اتفقنا نتفق بغباء. ما هي دي مشكله الامه، انا مش عايزك تتفق معايا بغباء، تصدقني يعني، ما تزعلوش مني، انا بكلمكم بمنتهى الصدق والصراحه، او انك تخالفني بسوء تصرف او سوء فعل او سوء تعبير. لا، جرب تفكر. انتوا عارفين مشكله الامه كلها في ايه؟ ان في ناس، يعني مثلا في مصر يقول لك احنا شعب وانتوا شعب، وبعدين يجي الاخ عبد الفتاح السيسي هذا القزم يقول ايه؟ عمر مصر ما كانت مجتمعه على قلب رجل واحد الا دلوقتي. مين اللي قال لك كده يا كذاب؟ حرام عليك، ده انت كذاب وقزم وسفيه. مصر اللي عماله تقول احنا شعب وانتوا شعب، ده الكلام ده ما حصلش غير ايام الحرب التحرير في امريكا، ان الشمال بيتعارك مع الجنوب بس، ان ايرلندا كانت مختلفه مع انجلترا بس. لا، دلوقتي كل الناس بقت شعب واحد، وبقت بريطانيا دوله عظمى واحد، وبقت امريكا دوله عظمى واحد، ومصر لسه بتقول لهم يا اخوان يا مجانين، والاخوان يقولوا شايف السيسي اللي قتل؟ ما ينفعش، انا ضد كده. ليه بقى؟ لان مجموعه سيسي ولو انها قلت طبعا، ومجموعه الاخوان برضو تناصرت هي كمان، دول مساطيل ودول مساطيل، وما يزعلوش مني، لازم نفوق كلنا عشان نوحد بلدنا كلها وكذلك امتنا، لان نفس المرض متفشي في كل الاقطار. فدول يغنوا لك انت شعب واحنا شعب ومش عارف ايه، فبقت الامه ممزقه. ففي ناس بتايد النظام القديم زي في ليبيا، في ناس تقول لك القذافي راجع، والقذافي مات، ابنه هيرجع، اللي هم يا جماعه فوقوا من حلم العبث. ما انا بكلمكم بحب، وانا انسه دغيري مش حد تاني،
وقفت معاك ومع قذافي الله يرحمه، وبحب الدكتوره عائشه جدا جدا وهي عارفه جدا، وسيف عزيز عليا جدا، يعني مش كده خلاص. ما مره التاريخ مش هيقف عند معمر القذافي، لان معمر القذافي مش السادات ومش عبد الناصر ومش صدام حسين على فكره، ولا التاريخ هيقف عند عبد الناصر ولا صدام ولا القذافي. حتى صدام نفسه لما هيرجع يحكم ده اذا رجع حكم، ما انا لازم نتكلم في كل حاجه، صدام هيبقى زعيم لكن في قائد تاني هو اللي بيحكم، في قائد تاني هو اللي بيدير الامور، وفي زعيم اب روحي موجود، فلازم نبقى فاهمين ده كويس قوي باختصار شديد. فمش عاوزين الامه تقف عند اللي خسروا مع قذافي ومبارك وصدام وزين العابدين وعلي عبد الله صالح، يقفوا يقولوا ايه لا لازم نرجع تاني يا سيدي. انت كنت مستفيد في عصر الراجل ده وكنت مش عارف، بس مش كده. ما الحقيقه عشان كده بنقول الديمقراطيات لازم تترسى في منطقتنا العربيه. لازم تشوف رئيس وزراء بريطانيا توني بلير خرج قاعد في بيتهم بيمشي في الشارع الناس بتحييه عادي جدا. خلاص دافيد كاميرون خرج عادي جدا. الراجل الست ماري هتخرج وهكذا. فتريزا ماي هتخرج وهتبقى بتحيي الناس عادي. قبلهم خالص مارجريت تاتشر، قبلهم خالص الراجل التاريخي العظيم اللي كل رؤساء الوزراء دول بينحنوا لما يجي يذكر اسمه. ليه؟ في كفاءات. فانت ما تقولش بقى انا اختلفت مع دول يبقى لازم يرجع تاني، لازم ترجع، لازم توني بلير يرجع، لازم جورج بوش الاب هو مشى ليه؟ ما تسيبناش يا اوباما، اوعى تسيبنا يا زعيم يا عظيم. عرفتوا احنا امه ليه قد كده؟ امه غلبانه وامه فاخره الوعي. الناس عادي واخده الموضوع عادي، انتخابات وامشي مع السلامه ويجي غيري. مش يقول لك هجدد زي الاخ على القزم دلوقتي يقول لك لو الشعب امرني. امرك في ايه يا عبيط؟ يا خاين يا سفيه. امرك ايه؟ انت ضحكت على الشعب وضحكت على الغبي وخدت منه السلطه محمد مرسي. الله، هو انت كنت طلعت السلطه مني؟ كنت علقتك على باب زويله؟ المهم فباختصار شديد المسألة مش كده، احنا عاوزين الشعوب كلها تتخلص من هذه الأرجاس. ناس تبع يقول لك إخوة هو كده الإخوان أعظم ناس في الدنيا، لا مفيش حد أعظم ناس في الدنيا، ولا في حاجة اسمها الشعب المصري أعظم شعب في الدنيا، لا مش أعظم شعب ولا حاجة، والأجناد بتاعتنا خير أجناد الأرض، ما هو أمال كنت في 67 كنا بيتعمل فينا إيه؟ وفي 56 وغيرها من المعارك، والهكسوس اللي جه قعد مسح بينا الأرض والناس دي كلها، فين بقى خير الأجناد؟ أنت تبقى خير الأجناد لما تشتغل. في 73 كنت انت خير الاجناد بعملك باجتهادك باختصار، وقلنا الكلام ده اتكلمنا فيه. فباختصار شديد الامه كلها كده، انا عاوز الامه تتجاوز المراحل اللي فاتت، تتجاوز حتى صدام حسين وجمال عبد الناصر وانور السادات. يعني دول انا دايما اقول ان احلامهم مش هتموت، ايوه، لكن هم اللي مات مات واللي عايش عايش. يعني صدام حسين لما يبقى هو اللي انا بشوفه ده صدام حسين الاصلي، ولما يبقى هو عايش وانا مش فارقه معايا عايش ولا ميت بالمناسبه، لان انا متجاوز الكلام ده، متجاوز كل ده. الامه دي لازم تنهض وتجيب زعيمها وتجيب زعمائها وتجيب قضيتها بنفسها، مش تعيش على اطلال. الشيعه مستنيين واحد طالع من السرداب من تحت الارض، المهد المنتظر. السنه بقى كمان دلوقتي مستنيين صدام حسين في العراق؟ ما ينفعش، انت عليك تشتغل. يطلع صدام بجد موجود، اهلا حتى صدام نفسه أقول انا مش هاجي اقعد كده واحكم وبتاع وزي رئيس دوله، لا ده انا زي ما قلت لكم راجل زعيم كبير يبقى مرجعيه زي مانديلا كده وزي غاندي مرجعيه، لكن القياده هتبقى قياده شابه مختلفه، مش هتبقى قياده عاديه، لا قياده عارفه بتقول ايه كويس قوي، قياده هتوصل الامه للسماء، قياده عارفه انها بتجتهد عشان تعمل الامه كرامه وشرف وعزة وكبرياء ودرع وسيف. هذه الأمة بحاجة إلى أن يكون لها درع وسيف يقاتل من أجلها ويحمى ويدافع ويحمي هذه الأمة. المهم فمسألة أن صدام حسين يريد التفاوض واردة جدا، بدليل عبارة أمريكا اللي قالت
فهل تفاوضت؟ هل هو بالحوزه؟ هل هو بعيد؟ انا زي بقول لكم صدام حسين في كوريا الشماليه، حلوه تركيا الشماليه دي، صدام حسين في كوريا الشماليه، صدام حسين النهارده لما بيتكلم مع امريكا مش بيتكلم تفاوض على طريقه اتنين خصوم او اتنين واحد تحت واحد فوق، لان هو بيقول انا عندي الاسلحه اللي انتم مش عارفينها وجاهز ومستعد اعمل كذا 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 كذا، هو انا موجود اهو، سواء بقى بالتنسيق مع امريكا او سواء خروج على امريكا مش دي القضيه خالص. القضيه الكبيره ان اللي انا عاوز ان الامه تبقى قضيتها في صناعه قرارها بنفسها، مش مستنيه حق امه كسوله قوي، كل واحد يا رب يطلع صدار، يا رب يطلع عشان يحارب بدالي، يا رب يطلع عشان يخلصني من اللي انا فيه، ما ينفعش يا ابني. يعني هو هيفضل عايش طول العمر؟ ما لازم هيموت السنه الجايه اللي بعدها او يكون مات قبلها. طب ما هي مش بس عاوز اقول لك على حاجه بقى، السيده ساجده وهم بيعزوها في صدام حسين، بعض بقى راح يعزيها بعض النساء كده، وقفت وقالت لا 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 ما حدش يعزيني في صدام، عزوني في عدي وقصي بس، صدام ما ماتش. يطلع بقى واحد من الجماعه اللي هم الدراويش والمهابيش والمخابيش والمساطيل دول يقول لك انا دفنه بايدي حضرتك، وانت شفت حاجه؟ دفن مين بايدك يا المهم فيعني ارجو ان احنا نستوعب كويس قوي، ارجو ان احنا نعرف صدام حسين عمل ايه في المرحله اللي جايه اللي فاتت، وهيعمل ايه في تصوره في المرحله اللي جايه. فالامه مش هتبقى قياده، صدام مش هيقود دوله. ولذلك لما بتكلم عن داعش كتنظيم كبير وانا من المختلفين معاه وبقول ربنا ياخد داعش، فداعش حتى بيعتبر نفسه تنظيم دولي زي يعني فوق القاعده كده، يعني رغم ان هو ابن قاعده وخارج من مخاضها وبقاياها يعني. لكن صدام حسين في دماغه نظريه اخرى اللي كان بيتكلم فيها في الخطاب اللي فين؟ اللي في عمان. عشان ما انتهش، فاربطوا التاريخ بالجغرافيا، شبكوا الاحداث في بعضيها، استوعبوا فكروا، ومن هنا تبداوا. كل الشكر والتقدير، انا هكتفي بهذا لان انا اجهدت جدا جدا، وانا تقريبا النهارده اتكلمت مع حضراتكم 3 مرات. شكرا ليكم، كل الاعزاز، كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بنحترم كل اللي اختلفوا معانا بشرف، وكل اللي اختلفوا معانا حتى بدون شرف، يعني اللي لهم مصالح وخصومه مع الرئيس صدام، واللي لهم مصالح وصداقات ود مع الولايات المتحده الامريكيه، واللي لهم مصالح سياسيه، واللي لهم اطماع داخل العراق، واللي لهم مساله حكم ومصلحيه ومسرحيه ايضا داخل العراق، واللي مختلفين ومتفقين مع صدام او مع الامه كلها. طبعا كل دول كنت بواجههم بمفردي، كل دول كنت بحاربهم بمفردي، كل دول كنت بقول كل الحقائق، بدايه من الولايات المتحده الامريكيه لايران للعراق للشيعه لكل المسميات والطوائف اللي مختلفه مع الامه كلها بكل اهوائها وكل اطماعها وكل افكارها. هذه الكلمه مني انا بحاول انها تكون قصيره، لكن هيلزمني بيها انها تكون موضحه وشارحه. مش هنقول بس انها لأولي الالباب، انا هقول اسمع كويس واستوعب كويس وشوف كويس وبعدين خد قرارك. كعادتي، شاهد، فكر، تدبر، قرر بارادتك المستقله. بايجاز شديد انا هتكلم يمكن بطريقه شويه مختلفه او بطريقه مختلفه كليه عما سبق. انا راجل بطبعي في حياتي، في تاريخي، في شخصيتي، في تربيتي، في تنشئتي، في عمري، في افكاري، ما عنديش باينه باينه. صحيح انا مؤمن بان فيه مناطق حروب، وان هناك استراتيجيات، وان هناك رؤى، وان هناك تخطيط، وان هناك كل شيء على موائد البحث والتقصي، وفي عالم السياسة بالذات. لكن فرق شاسع وبون شاسع، استوعبوا كلامي جيدا، بون شاسع وفرق شاسع للغاية بين الاستراتيجيات وبين التراجع
في فرق بين ان ناخد قرار وابقى متراجع زي الرئيس محمد مرسي، الشخصية المتراجعة الأولى عبر التاريخ الإنساني، أغرب شخص تقابله في تاريخ حياتك. يبقى ده شخص غير مسؤول. وفي فرق بين إن أنت تكون بتخطط وبتضع استراتيجيات زي الرئيس جمال عبد الناصر، وزي الرئيس أنور السادات، وزي القيادات السياسية العبقرية الكبيرة، إن يضع خطط ويعمل عليها وبعدين ينفذها بدون تراجع. يعني قرار حرب اكتوبر كان محتاج قرار وقائد بدون تراجع، مش محتاج واحد يقدم رجل ويأخر رجل ويقول اصل في مسائل استراتيجية. لا، في استراتيجيات لحدود نعم، لكن مش مطلقة. مفيش حاجة في السياسة مطلقة ابدا. فانا ما بحبش التراجع. انا رجل شخصية قائدة حازمة، عندي موقف وعندي إصرار وعندي رؤى، لكن من خلال خطة ومن خلال نقاط ومن خلال تقدم للأمام مش تراجع للخلف. فما بحبش ده أو بؤمنش بيه. ومؤمن بعامل الزمن، مؤمن إن حسني مبارك هو عنده 80 سنة و85 سنة و90 سنة النهاردة، غير حسني مبارك الشاب اللي عنده 50 سنة و40 سنة و30 سنة. طبعا مفيش شك. ومؤمن ان في ناس اذكياء، وهتلر اللي مات عنده 52 سنه، لو كان هتلر، وعبد الناصر اللي مات عنده 52 سنه، والحجاج ابن يوسف اللي مات عنده 52 سنه، الناس دول لو كان عاشوا لسن 80 و90 سنه كانت اختلفت استراتيجيتهم ورؤيتهم السياسيه. مفيش حد بيعيش على طول عبقري دائم باستمرار. في عوامل تعريه وعوامل زمن وفي كل حاجه. كلامي واضح باختصار شديد. عاوز بس احكي لكم حاجه صغيره. انا لما كنا في ليبيا، انا لما كنت في ضيافه الرئيس معمر القذافي لغايه مايو 2011، ايه اللي حصل؟ بعد عرض مبادرتي ومبادره الرئيس صدام حسين اللي اتكلمنا فيها الرئيس صدام وانا في باب العزيه وقلت لحضرتكم عليها، وقدمناها للرئيس معمر القذافي اللي هو بيقول ان هو مش رئيس، ان هو قائد وقاعد في بيتهم ما بيحكمش، امال مين اللي كان بيحكم ليبيا يعني؟ انا. المهم ما علينا. فالرئيس السيدة عائشة القذافي اعجبت بالمبادره جدا، وانا قلتها في التلفزيون الليبي، استوعبوا كلامي كويس قوي لان يمكن ما اقولش تاني، استوعبوا كلامي كويس قوي 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 من اي تو زد. اللي عاوز يستوعب يقعد يسمع، اللي مش عاوز يستوعب ما يسمعش، لان انا هقول كل حاجه كامله كامله بدون توريه او حذف او احراج. ف والسيده عائشه القذافي وافقت جدا، بقت مبسوطه جدا. وبالليل بعد ما اتكلمنا مع الرئيس القذافي، سواء كان الرئيس صدام حسين او السيده عائشه او انا عائشه القذافي او السيد المعتصم القذافي وسيف الاسلام، واتكلمنا مع الرئيس القذافي. الرئيس قال هايل جدا جدا، قولها بكره يا دكتور انيس واعلن وقول مبادرتك. قلت المبادره. الحقيقه اللي فكرت فيها انا والرئيس صدام حسين، او الرئيس صدام حسين وانا، بس هي مبادرتي. يعني لكن الرئيس صدام كان ليه رؤيه فيها كبيره جدا جدا. يعني تقدر تسميها مبادرة الرئيس صدام، مبادرة أنيس الدغيدي، مبادرتنا معا، مش مشكلة. المهم إن إحنا عاوزين نعمل حل للدماء اللي كانت بتسيل في ليبيا. خصوصا قبل ما تتفشى بقى مسألة الدماء في سوريا بهذا الشكل، كنت لسه المسألة بادئة في ليبيا بشكل سيء. ف بعد ما قلت المبادرة وموجودة، ادخلوا شوفوها على وأنا بقولها في التلفزيون الليبي. الرئيس الناس في بنغازي وافقوا على المبادره. بلغني منهم شخصيا لما التقيت مع عناصر مهمه من قيادتهم بعدين بكام شهر، قالوا لي احنا كنا موافقين على المبادره، وقلنا كمان يا ريت سيف الاسلام هو اللي يجي بالنص كده والراجل يقعد ويسكت. باختصار الرئيس القذافي رفض المبادره، قال لا لا انا بقبل مبادره الدغيدي، وراح رفض المبادره. من هنا بدأ يفكر الرئيس صدام حسين بمغادرة طرابلس، وبالفعل الرئيس صدام حسين غادر طرابلس. نعمل هنا نقطة
ونعمل نقطة نظام ونتكلم في جزئية تانية. في شخصيات مؤمنة بفكر واحد، يعني فكرة الحزب الواحد وفكرة القائد الواحد وفكرة العبارة الواحدة وفكرة السيادة الواحدة وفكرة الدكتاتور الواحد أو الزعيم الواحد. المجموعة دي على كوكب الأرض بيبقى بينهم وبين بعض مشاعر وحب، سواء قابلوا بعض أو ما قابلوش بعض. وفي شخصيات بتضطر تقابل بعضها، يعني بيبقى بينهم لقاءات زي الزعماء. فعندك مثلا الرئيس معمر القذافي مواليد 1942، ده مؤمن بفكرة الايه؟ الشخص الواحد والرجل الواحد والفكر الواحد، وبينهما كلهم قاسم مشترك، عداء لايه؟ لدولة معينة عظمى. فتلاقي في عداء لمين؟ انا بغششكم كل حاجة بقى، بس مش هغششكم، انا بقولها علني، هقول كل حاجة علني بالاسم، وهقول لكم صدام حسين فين النهاردة. مش دولة من ثمانية ولا حاجة. ده هيبقى يعني مش تقديرا بس للرئيس، لا ردا على الرئيس صدام حسين وردا على كل حاجة. عشان انا زهقت. فمين بقى ده؟ الرئيس قلنا معمر القذافي ده رقم واحد مواليد 1942، ده واحد، مش رقم واحد فيهم يعني، ده واحد في الحدوتة بتاعتنا اللي مرتبطة بصدام ورحلة صدام. ده واحد. الرئيس صدام حسين في العراق. الحزب البعث الواحد والرئيس الواحد والقائد الواحد والحكاية الواحدة والموضوع الواحد. وبينهما كلهم الاشتراكية، اللي عنصر الايه؟ الفكر الاشتراكي، وبينهما كلهم المعادي للولايات المتحده الامريكيه. على الجانب الاخر نلاقي ايه؟ نلاقي كيم الاخ بتاع كوريا الشماليه، مختلف مع اللي هو الاب اللي هو ولد سنه 1941 قبل القذافي بسنه. نفس وبينهما صداقه مع العقيد معمر القذافي، اللي هو باختصار رئيس كوريا الشماليه. اللي مات يوم 19 ديسمبر سنة 2011، بعد احنا ما خرجنا الرئيس صدام حسين وانا بعديه بكام يوم، ما خرجنا من طرابلس في مايو 2011. بقول لكم كل حاجة بالارقام والحقائق المدوية للعالم كله، كله باجهزته بسياساته بكل حاجة. اعتقد ان دي اخر مرة هتكلم فيها عن الرئيس صدام حسين. انا قررت ده. رقم واحد يبقى عندنا الرئيس معمر القذافي، عندنا الرئيس صدام حسين، عندنا الرئيس كوريا الشمالية الأب اللي مات يوم 19 ديسمبر بعد احنا ما غادرنا طرابلس بشهور. الرئيس صدام غادر قبل طرابلس، وانا بعديه بأيام غادرت طرابلس إلى القاهرة، والحقيقة ما كنتش عارف الرئيس رايح فين، صدام رايح فين وقتها. لكن كنت مخمن وعارف ان في علاقات كبيره بين الرئيس الكوري الشمالي وبين العقيد القذافي وبين الرئيس هوجو تشافيز رئيس فنزويلا، صديق حميم للقذافي وصديق حميم ومتخذ موقف من اسرائيل. هتلاقي ان كل العناصر دي اللي انا هقولها لك دلوقتي لها موقف مع اسرائيل، مع ضد امريكا وضد اسرائيل، وحتى في اللي بيعلنوه يعني. ولذلك المهم، والرئيس هوجو تشافيز في فنزويلا ده مواليد 54، وصل الى السلطه برضه بيؤمن بفكره الحزب الواحد، وهو دكتاتور محبوب بيحكم من سنه 1998 بعد ما مسك السلطه سنه 98 الى ان مات في 2013 بالكانسر. فبتربطه بالرئيس القذافي علاقات حميميه جدا جدا، ومع الرئيس صدام حسين علاقات حميميه للغايه اكتر من القذافي، بيعشق صدام وصدام بيحبه جدا. وايضا معاهم الدكتاتور الكوري الشمالي، الراجل اللي هو مات ده اللي هو ابو الدكتاتور الشاب او ابو الرئيس الكوري الشمالي الشاب دلوقتي، هنوصل لكل التفاصيل مع بعض. ده يفكرك بجوزيف ستالين. جوزيف ستالين مش عايز الناس بس تفتكر ان انا بتوهها، انا عاوز افهمهم الحكايه كلها، لان مره اخيره اعتقد ان اخر مره هتكلم معاكم بموضوع صدام حسين. جوزيف ستالين اللي هو المثل الاعلى لمين؟ للرئيس صدام حسين. انا بعشق العقاد كقلم، وبعشق مصطفى صادق الرافعي كقلم، وبعشق انور السادات كزعيم، وبعشق وينستون تشرشل كزعيم.
وبحب جمال عبد الناصر لكن بعشق انور السادات. فدي اتجاهاتي السياسيه. فضل بقى عن مانديلا وغاندي، دي قناعات رهيبه عندي. لكن الراجل صدام حسين بيعشق شخصيه واحده بس في التاريخ، بيعشق جوزيف ستالين. وقلت لكم قبل كده يعني حتى متاثر بيه من اول الشنب الشارب لغايه تسريحه الشعر لغايه الشكل لغايه النظره لغايه كل حاجه. وهم ايضا نفس الحزب الواحد، الحزب الشيوعي هناك وحزب البعث هنا في العراق. وزي برضو الحزب في كوريا الشماليه والحزب في فنزويلا، ومفيش حزب لان القذافي نفسه حزب في ليبيا. نفس الفكره. عاوز اقول برضو عشان ما ننساش ان هو الشافيز بعد الاعتداءات اللي حصلت على غزه وهو في فنزويلا راح واخد قرار وسحب السفير وطرد سفيره، سفير اسرائيل طرده من فنزويلا ومرجع سفيره وقطع العلاقات مع اسرائيل وقال لا اللي حصل ده مهزله وقله ادب. من هنا بدات نجوميه شافيز الكبيره جدا جدا والكاريزما الساطعه. الرئيس القذافي بيتكلم على استحياء عن اسرائيل، زي مره قال للرئيس مبارك قال له انت والله هكني على الحدود وانا اخلصك من اسرائيل. الرئيس مبارك قال له اتفضل الحدود هناك. قال له ما سمعتش اخر النكته، وقعد يهرج يعني. فانت قدام برضو عقليات يعني ربنا اللي يعلم بيها. بايجاز شديد، فهناك مجموعة بقى من الأصدقاء مع بعضهم مهمة أوي أوي أوي. الرئيس الكوري الشمالي، الرئيس صدام، الأب بقى الرئيس صدام حسين، الرئيس هوجو تشافيز، الرئيس معمر القذافي، والتأثر بشخصية من؟ بشخصية عند الرئيس صدام حسين بشخصية جوزيف ستالين. أنا عاوز أقول برضو في إطلالة سريعة إن التأثر بين شخصية سياسية وأخرى دي حاجة مش غريبة يعني، ودي مش شرعه محرمه سياسيا. فاسمحوا لي اقول لكم بعض الاسماء اللي تاثرت للغايه بجوزيف ستالين حتى اللي عاصروه كانوا اصدقائه وماشيين معاه، على راسهم القائد البريطاني الفذ وينستون تشرشل. عشان ما حدش يقول لي هو في ايه؟ وانا بقول الكلام ده اهو من بريطانيا. ايه هو؟ شوف وينستون تشرشل بيقول ايه وهو تاثر بجوزيف ستالين. عشان ما تقولوش ابن عيب يعني، احنا بنكمل موضوعنا بس مهم قوي لقول الالباب. انا مش بكلم الناس اللي هي مش واعيه، انا بكلم ناس مستويات وبكلم اجهزه وبكلم دول عشان تبقى مستوعبه. وينستون تشرشل بيقول ايه؟ بيقول انا شخصيا وانا اتربيت في مجلس النواب البريطاني ما كنتش برفض لجوزيف ستالين طلب ابدا، لأن جوزيف ستالين استلم روسيا وهي عبارة عن مجراف زراعي وتركها بسلاح نووي. كل ده عشان أوصلك لفكرة السلاح النووي. صدام حسين يعشق إن هو يبقى عامل تسليح نووي على راسه، ودي أهم حاجة مخلياني بحب صدام حسين. أنا مؤمن بفكرة يعني أنا لما أبقى رئيس دولة، رئيس مصر يعني، أنا لازم أخلي مصر قوية نوويًا وقوية في كل حاجة، مش حلال على أمريكا وغيرها وحرام على مصر. لأ، يا إما يبقى في تعادل قوى في العالم، يا إما كلنا يبقى ما عندناش أي أسلحة خالص. ولا هو إحنا قاصرين وأسر وهم عظماء بالغين راشدين؟ لأ، فصدام حسين معاه حق في ده. الجزئية دي أنا بقدرها فيه، أنا حر. فهنا السيد وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني التاريخي احد اعظم الشخصيات على كوكب الارض اللي انا شخصيا بعشقه موت، بيقول ان انا وانا رئيس مجلس البرلمان النواب البريطاني وتربيت فيه وبكل تاريخي ما كنتش بقدر ارد طلب للرئيس جوزيف ستالين الزعيم الروحي الكبير لروسيا، لانه استلمها عباره عن مجراف زراعي ولا حاجه، ها بالفاس كده وحولها لدولة نووية. طب لازم يحترم، فمتأثر بيه. فمش ايه؟ لدرجة إن حتى جورج برنارد شو الكاتب البريطاني الكبير متأثر بيه، شارل ديغول الكاتب المفكر الفرنسي السياسي يعني الرئيس الفرنسي والمفكر والفيلسوف والداهية السياسي متأثر بجوزيف ستالين. وشخصيات كبيرة جدا جدا جدا، حتى تيشي جيفارا اللي انتم بتقولوا هو رمز الحريه وانا معاكم بقول وبحبه جدا، وقف عمل تعظيم سلام قدام تمثال جوزيف ستالين واقسم ان هو مش هيتوقف في حياته حتى يموت عن انه ينتهي
وينهي اخطبوط الدول الرأسمالية. ده تيجي جوفارا عمل كده. يبقى انت قدام مجموعة ناس، وماو تسي تونج الزعيم الصيني الكبير متأثر بمين؟ بجوزيف ستالين، وفرانكلين ديلانو روزفلت الرئيس الامريكي اللي عاصر هذا الرجل جوزيف ستالين متأثر بيه، حتى بابلو بيكاسو، وقلنا الرسام وجورج برنارد شو. يبقى انت قدام شخصية مش سهلة. لما يتأثر بيها صدام حسين ويقول ان هو مثل الاعلى، ما نقول له مش مشكلة. مش نقول له بقى اصل جوزيف ستالين قتل 50 مليون واحد، وانت برضه يا صدام قتلت كذا 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 وعملت. ايوه، ما هو اي حاكم له ما له وعليه ما عليه، عشان بعض الالسنه اللي بتخرج تقول لك الراجل ده قاعد بيشوه صدام حسين. انا اديت لصدام حسين اللي امه ما ادتهولوش. مش هقول لك ابوه اللي سابه رضيع ما شافوش، امه نفسها الست صبحه على اسم عمتي ربنا يرحمها ويرحم السيده صبحه والده صدام، ما ادتهولوش. ادت له بس انها حملته 9 شهور وقعدت ربطه شويه وهو صغير، وبعد كده خاله وخاله خير الله تلفاح ورباه مع عدنان وسجده وبقيه الاسره وكون فيه هذا النماء الكبير. لكن العظماء لا يولدون من احد، من رحم احد، انما هم يربون انفسهم ويصنعون انفسهم. وصدام حسين احد هؤلاء الناس، بدليل تاريخه وبدليل رحلته، بدليل انه محيركم دلوقتي عايش ولا ميت، وبدليل كل اللي هو بيعمله باختصار شديد. فخرجنا عشان لا نطيل ولا نستطرد، خرجنا من طرابلس. الرئيس صدام سبقني وبعدين خرجت انا. الرئيس صدام راح على كوريا الشماليه. الرئيس صدام كوريا الشماليه لها علاقات كبيره جدا بالصين وعلاقات كبيره جدا بايران. من هنا كانت فتحت علاقات سرية خاصة جدا، مش هتكلم في الملف ده عشان الناس اللي بتهرطق ودراويش صدام اللي بيحبوه اللي بيقولوا ان هو، مش معناه ان انا ما بحبوش، بحب اشياء في صدام لكن مختلف مع 60,000 اشياء في صدام وغير صدام. ابويا نفسه، ما انا متفق ومختلف، انا مختلف مع والدي اكتر ما انا متفق معاه، لكن بعشق ابويا. ابويا سر وجودي، بعد ربنا في الارض، هو رب السماء في سفاء ربنا، وابويا موجود في الارض بالنسبه لي، رحمه الله ورحم الله امي، لا نقاش في ذلك. لكن في مناطق اختلاف، خصوصا احنا بنتكلم عن عمل سياسي بقى، مش عن بنوه وعن ابوه. فالرئيس صدام حسين بينه وبين ايران ملفات سريه كبيره جدا جدا جدا، اتطورت بعد مساله التوقف الحرب وبعد الكلام ده وبعد رحله 2003 وبعد الكلام ده كله، مستجدات سياسيه دخلت في معترك اخر من الحياه، ملف مش هنتكلم فيه لانه توب 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 سيكريت. المهم، الرئيس لما راح كوريا الشماليه بعد شهور في 19 ديسمبر 2011 مات الرئيس الكوري الشمالي الاب، وجه ابنه الشاب اللي عمره 26 سنه. أنا بقول إن الرئيس جمال عبد الناصر اللي حكم هو عنده 32 سنة، الرئيس جمال عبد الناصر مواليد 15 يناير سنة 1918. الرئيس السادات مواليد 25 ديسمبر سنة 1918. حكم الرئيس السادات، الرئيس عبد الناصر حكم وهو عنده 32 سنة، الثورة لما حصلت كانت 52. يعني كان عنده 32 سنة، 34 سنة. 34 سنة بالظبط. يعتبر هو حاكم مصر وقتها، لان الرئيس محمد نجيب كان صورة لغايه ما شالوه رسميا في 54، يعني 36 سنه بيحكم الرئيس وعمره وهو بيحكم الرئيس جمال عبد الناصر. الرئيس الكوري الشمالي الحالي الشاب عمره 26 سنه بس، 26 سنه بس هو بيحكم. النهارده بيحكم من 6 سنين، من 2011، النهارده عمره 32 سنه. انت قدام دكتاتور من نوع خاص، شاب رائع من نوع خاص، مجنون، جنون تحبه وفي نفس الوقت تكرهه وفي نفس الوقت تخاف منه، جنون غريب. يعني واحد لما يعدم جوز عمته مثلا ويجيب له 120 كلب، 120 كلب يجوعهم من غير اكل 5 ايام ويرمي لهم جوز عمته ياكلوه، قعدوا 5 ساعات ياكلوه ال 120 كلب لغايه ما كلوه تماما.
ويروح يعزي عمته اللي هي زوج اللي هو لسه قاتل جوزها، ويقول لها حبايه في حياتك عمتي معلش وان شاء الله ربنا يوفقك والكلام ده. تخيل العقليه دي، الشاب اللي عنده 26 سنه قتله امتى؟ يوم وفاه ابوه. ليه؟ بيقولوا الناس اللي هم خصوم الرئيس الكوري الشمالي بيقولوا ان هو قتله لان عنده، لان هو تثاءب وهو نايم وهو قاعد ونام في جنازه ابوه. الحقيقه مش كده، الحقيقه ان هو قتله بتهم متعدده من الفساد واستغلال النفوذ اللي كان عامله في تاريخ والده. لكن وجه العزاء بتاع والده يوم تنصيب يوم وفاه جنازه والده وتنصيب الزعيم الشاب الكوري الشمالي ده جاي سكران، فقتلوا بعد الجنازه، قتلوا كده بعد الجنازه، راح واخده حبسه متحفظ عليه وجوع الكلاب 5 ايام ورميه ليها. طب يعني هنا قتلوا بتهمه استغلال النفوذ والسلطه. الرئيس صدام حسين بقى كمثال ما عملش كده، كان بيرفعهم يجيبهم كده زي الاخ اللي انا قلته مليون الف مره، حسين كامل واخوه الكلام ده، من راعي غنم متجول ما ينفعش اصلا يبقى حتى شيال في محطه مصر، ويجيبه ويخليه المسؤول الاول عن الدفاع وعن الدوله، وبعدين يخون الرئيس صدام حسين وهلم جرى. فانت باختصار قدام عائله خائنه للغايه، فما تكلمنيش بقى عن بقايا شعب يعني او ناس كتير في قطاع كبير جدا في شعب له خصوصيه خاصه. لا، الاسره نفسها اللي فيها الرئيس صدام حسين كلها بالكامل خانت الرئيس وخانت العراق. فيطلع واحد ابن بيقول ان هو ابن اخو صدام، انا عارف ان هو ابن اخو صدام، ويجي يقول لي احنا عندنا مش عارف ايه وايه، ويعني حاجات كده مش عاوز اجي في ذكرها. فانت قدام عائله اصلا انت وابوك وعيلتك كلهم خنتوا تاج راسك وراس ابوك اللي هو الرئيس صدام حسين، انت جاي تقول لي انا من فضلك ولو سمحت وتكلمني عن 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 الامانه؟ انتوا اصلا خونه، خنتوا الرئيس، حد يبقى عنده صدام حسين ويضيعه؟ اوكي ما حققش احلام، بس على الاقل عنده مشروع. ما هو الفرق بين صدام حسين وبين شويه الحكام اللي موجودين دلوقتي ان ولا واحد فيهم عنده مشروع، ولا واحد عنده رؤيه وبلان وحلم وخطه وتصور. صدام حسين بقى عنده تصور وعنده رؤيه بس ما عملش فيها حاجه، زي جمال عبد الناصر بالظبط، عنده مشروع كبير جدا ما حققش منه اي حاجه. لكن ده الفرق بقى، الرئيس السادات عنده مشروع وعنده خطه وحقق اللي هو عاوزه، مش كله 100% لكن حقق على الاقل 90%، عمل انتصار وعمل سلام من وجهه نظره في وقته كان سلام صحيح، لكن بعد كده بقى سلام مش مظبوط لان حسني مبارك خلى موازين القوه، فاسرائيل ارتقت علينا، فبقى السلام هنا ما ينفعش من وجهه نظري يبقى سلام بقى الا اذا القسمين احترموا المعاهده واحترموا السلام. لما يبقى في اتفاق بيني وبينك لازم نحترمه سوا. باختصار، فالرئيس صدام حسين راح الى كوريا الشماليه وبقت هي مقره الرئيسي، يروح اماكن اخرى، يدخل العراق توديه العراق تسلحه، تسلح داعش، تعمل كل حاجه. وعمل هو الحقيقه الرئيس صدام حسين كان له الفضل، مش الاب كيم ال، انما كان هو الرئيس صدام حسين صاحب فكره مشروع التسليح النووي في كوريا الشماليه. مش اللي ابن بقى جه فعمل نهضه اللي هو الزعيم الحالي كوريا الشمالي هو اللي عمل نهضه التسليح النووي، لا، اللي عمل نهضه التسليح النووي في بدايه من عصر والده هو الرئيس صدام حسين. ومن هنا ولدت فكره ان يبقى في فكره بديله وداعش والحدوته دي، وده موضوع طويل مش هنتكلم فيه لان ليس مجاله الكلام الاعلامي دلوقتي. فالرئيس صدام بقت بالنسبه لكوريا الشماليه هي المقر وهي المستقر. والعلاقه الكبيره اللي حاصله ما بين الزعيم الكبير وبعدين انتقلت الى الزعيم الابن، مش عاوز بقى اتكلم في الزعيم الشاب في حاجات كتير، ان هو مثلا يقتل اللي كانت عشيقته في يوم من الايام لما عرف انها عملت فيلم اباحي. تيجي تبص لها من فكره انها عملت فيلم اباحي تقول قليله الادب. تيجي تبص لها من فكره ان هي مالهاش علاقه بيه، ما قطعت علاقتها بيه مثلا، تقول هو ماله الزعيم الكوري الشمالي.
تيجي تبص تلاقي فكرة إن هو رئيس الدولة ومن حقه، وبعدين هما هناك بيسموه الزعيم العزيز، الأخ العزيز، الزعيم المفدى، يعني زي القائد كده، الله ينصره والله يطول عمره، سواء في العراق أو في ليبيا، ومرة تانية حتى في ليبيا. الله ومعمر وليبيا وبس، حاجة غريبة يعني. الشعب ليبيا والشعب، الشعب مش موجود بالمناسبة في الشعار بتاع الله وليبيا، لا ده هي الله ومعمر وليبيا وبس. ليبيا بقى الارض، الشعب في 60 داهيه، الشعب يسمع ويطيع يعني. طبعا شعار قليل الادب يعني. فهذه هي الشعارات العربيه في كل العواصم العربيه. ولذلك انا بكلمكم، انا قضيتي مش عند صدام حسين واقفه، ولا عند عبد الفتاح السيسي واقفه، ولا عند حكام السعوديه واقفه، لا انا قضيتي على مستوى الشعوب العربيه كلها. قضيتي هي حلم الشعوب العربية، الثورة في كل الشعوب العربية حتى تنتفض على حكامها الظلمة والجبابرة وتسود الديمقراطية في تلك الربوع النائمة. هذا هو تصوري وهذا هو حلمي. ولذلك يعني لما تسأل نفسك، أنا السعودية مثلا تحجب موقعي ليه في السعودية؟ طب هو أنا مواطن سعودي ولا أنا معارض سعودي؟ طب إيران تحجب موقعي ليه في إيران؟ طيب البحرين مثلا او الكويت، البحرين لا لسه ما رفعتنيش، الكويت. فانت قدام، انا رجل منطقي في المنطق، بالمنطق ايضا وفي المنطقه كلها، مش متقوقع في جغرافيا. فالرئيس صدام حسين بايجاز شديد موجود في كوريا الشماليه، والان في كوريا الشماليه. وبعدين صرف الي الرئيس صدام حسين ان هناك اتفاقات، وهذه حقيقه، مع الرئيس دونالد ترامب، مش شخص لشخص، لم يلتقي بالرئيس ترامب، انما في وفود، ودي فكره اصلا نشات وليده امراء السعوديه، اصدقاء الرئيس صدام حسين واصدقاء الرئيس الكوري، الاب والابن الشاب. فهذه السياسه ولعبتها. وفي نفس الوقت هناك علاقات كبيره جدا جدا بتربط ما بين القيادات معينة في إيران والرئيس الكوري الشمالي والرئيس صدام حسين وأمراء السعودية المعارضين. فإحنا عشان ما نضحكش على، إحنا ما نضحكش على الناس، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنوضح للناس الحقائق. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وأريد أن أكتفي بهذا القدر. قلت لكم كل حاجة، أنا ما عنديش خصومة مع حد، أنا راجل واضح، أنا مش جبان ومش خواف ومش متراجع، أنا جريء للغاية، صحيح في استراتيجيات سياسية، لكن أنا لا أقبل التراجع. بالنسبة لمفاوضات الرئيس صدام والرئيس ترامب، ده أمر خاص بالرئيس صدام وخاص بالجهات الأخرى اللي بتفاوضه. أنا مش مسؤول عن صدام حسين، ولا حتى صدام حسين مسؤول عني. كل انسان الزمناه طائره في عنقه. كل واحد هو حر، كل واحد مسؤول عن نفسه. فالرئيس صدام حسين حر في مفاوضاته. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الرئيس صدام عنده وجهه نظر كبيره في هذا الموضوع للامانه، وطالب تعويضات كبيره للشعب العراقي، مش موقف الضعيف. وعلى فكره الرئيس ترامب، إذا صح ما قاله الرئيس صدام عن مفاوضاته مع أمريكا، إذا صح ليا هذا ما قاله لي يعني، لأن أنا ما أعرفش الرئيس ترامب، مفيش بيني وبينه علاقة، ما أعرفش. فده أعتقد إن الرئيس ترامب، إن ده مدخل لهدم الدولة اللي كوريا الشمالية، مش مسألة العراق. العراق مش على الخريطة. بعض الناس تطلع تقول أصل هو أنيس الدغيني بيقول كده لأنه